السلام عليكم شوبير دي زد، كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، والناس اللي يبارطاجوا، الناس اللي يعطونا الآراء تاعهم، نقول لهم صحيتو ربي يحفظكم، وحنا رانا معاكم فانيك توجو، رانا معاكم، رانا متواصلين معاكم. و اليوم جينا نتكلموا على المسؤولين اللي مضاربين الاتحاد يضربك للصحافة اي ساكتة، شلنا احنا الصحافة اي ساكتة، وحنا حلفنا ما غاديش نسكت. انا واحد من الناس ما غاديش نسكت، نقعد نهدر. وانا نكشف هذه الصحافة اللي يدعوا بانهم صحافة وهما اخبر اغبياء في العالم، لولا الحاج محمد راوراوة واللاعبين المحترفين بهم بالمحللين تاعهم، السفهاء ما كانوش سيلوش تا يهضروا، وضربوا كي الحاج محمد راوراوة وخر واللاعبين المحترفين ضربوا سكتوا. هذو المحللين مشاو مساويين، مشاو مصايبين حتى يهضروا في الاتحادية، رغم الغلطات تاع الاتحادية الجديدة اللي راهم يديروا فيها، مشاو مساويين الهضرة، مشاو مساويينها. الحصص تاعهم راهي تافهة، مشاو مساويين. غادي منا قدام منا على غادي هذا الشهر وروح، مي راهم ساكتين على الحق، ربي يولي يكشف فيهم. نبيح تاع الكلاب ما يولوش ينبحوه، ما يولوش ينبحوه، النبيح ما يسويوش حتى النبيح، ما يسويوش النبيح، ما غاديش يسويوه. حتى علاه ناس ما همش على ما بغاوش يتكلموا الحقيقه. حنا شناهم البارح كي كانوا يتكلموا، باغي يردوا لنا هذا المدرب هو اللي دا كوب دي موند في اسبانيا، هو اللي جاب كوب دي موند اسبانيا، هو اللي داي 10 تاع لي تيت مع تاع كوب دوروب مع الريال، داي شعر من الشامبيونا، وي ما يروح يدير ثوره كره قدم كبيره ويقلب كاع السيستم تاع الفوتبول في ذاك البلاد، وهو اللي يولي طياره في ذاك البلاد. حنا اليوم جينا درنا التقرير تاعنا، حنا فين نديرو التقرير تاعنا؟ ماذا ما الذي يحدث في كره القدم الجزائريه هذه الايام، وما الاسباب المسؤولين، وهل يعي الجالسون في مكاتبهم الخطورة، خطورة القرارات المتخذة من تأجيل مقابلة البطولة المنحرف الأول، الله سموه المنحرف الأول، مدة شهرين كاملين. احنا شنا لي زوروبيا او دي غينا مصاروا المغاربة توانسة موريتانيا زومبيا اللي راه بالشيخ يقول لك طوغو طوغو شيشل يبدو هنيك، وهذو كانوا يحضروا يعيبوا. نعرفهم بريباراسيون في الديبي تاع الشامبيونا، نص تاع الشامبيونا يحبسوا 15 جور يديروا بريباراسيون تاعهم ويلعبوا ويكملوا يروحوا فاكونس يعاودوا يولوا بريباراسيون. حنا شناهم الناس راهي تلعب تكمل في المقابلات الاخيره تاعها، كوب دوروب، كأس الملك، شامبيونات، تضرب على الشامبيونات باش تدي الشامبيونات، تلعب كوب دوروب، تلعب كأس الملك، تلعب على سوبر كوب، تلعب على كأس العالم تاع الأندية. إلا في الجزائر اللي راهي عاجبتهم وقال لك لا ريحوا خير، ريحوا نطيقوا روحنا، نروحوا ندوروا شوية ومن بعد نعاودوا نولوا. المكتب الجديد والمنحرف الاول مدة شهرين كاملين ونصف النهائي كأس الجزائر، ولماذا تأخر المكتب الجديد لاتحاد الجزائر لكرة القدم في تعيين الطاقم الجديد للمنتخبات الوطنية التي تنتظرها منافسات دولية؟ الناس اللي ساكت عليها والصحافة على بالهم راهم ساكتين، الصحافة على بالهم وراهم ساكتين، مازال ما داروش مدربين في الفئات الصغرى، كيما هدروا هما قال لك لازم
اكاديميه تاع الفريق الوطني الجزائري، لازم في ليكادي لي جونيور في البي، مازال ما داروش. مسيو توفيق قريشي قال لك راه مؤقت، قال لك راه مؤقت، مازال ما داروش مدرب رسمي. ما بغاو يديروا مسيو توفيق قريشي مدرب مؤقت، وانا من هذا البلاصه بالك بالك سبحان الله ننصح مسيو توفيق قريشي ما يكذبش مدرب في هذا الوقت مع اللي مع تاع البي، خاطش علاه راهي رايحه للفريق الوطني تاع البي، راه رايح يتإليمينا مع ليبيا ولا المهم غاتمشي كاليفو، خاطش علاه ما عندناش فريق، الفريق اللي في اخر السنه يعاودوا يديروا بريباراسيون من جديد، يشرو يجرو 20 كيلومتر ويعاودوا يلعبوا ويعاودوا يديروا، ما تنجحش معاهم مسيو توفيق. نصيحه في وجه الله، تعيين طاقم جديد المنتخب الوطني الذي تنتظره منافسات دوليه والاسئله عديده اخرى، نعجز عن ايجاد اجوبه مقنعه لهذا، ويبقى الخاسر الاكبر وهو المناصر البسيط. نبدا نهضر في هذه المناصر البسيط، الناس هي مزرعه. غادي نوجه رساله لهذا وزير 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 تاع كرة تاع الشباب والرياضة، عيب شترى يسرى تدخل انت في هذه درو حاجات تخصنا هنا في الجزائر داخل، انت تدخلت باش تبعدوا الحاج محمد راوراوا، درتوا كاع الوسائل باش تبعدوا الحاج محمد راوراوا. الحاج محمد راوراوا راه وخر في صمت، وكان راجل كان قادر يحط السي في تاعو يحط الدوسي تاعو ويترشح نورمال، ما كاش اللي يجي قدامه، بصح كان راجل وحنا نعترفوا به، نعترفوا به كأنه راجل ودا قرار وبعد وخلاكم عليكم غير نجحوها. الذي لم يستطع مواكبة القرارات تصدر، هنا وين هنا النقطة المهمة نسمعوها مليح، تصدر في الصباح وتتغير في المساء وتؤجل ساعات بعد ذلك. باش نعرفوا سبحان الله حنا رانا نهضروا وتلغى لأسباب غير منطقية في دقائق دقائق بعد التأجيل تلغى. رانا شناها، رانا نتفرجوا تصيبوها رسميا النهار الفلاني تلعب، تروح تضرب تدويشة تعاود تولي تصيب عاجل، تصيبها تؤجل، تروح تعاود تولي تبغي ترقد يعطوها لك في المنام تاعك تلغى. بعد ذلك تلغى لأسباب منطقية دقائق بعد ذلك، لم يستطع أصحاب القرار التفكير فيها من قبل سواء عن قصد أم جهل. ما فهمناش، ضروك حاجة أنت تبغي تديرها رسمية لازم تجمع ودير نورمال، اللي هاتيها شكينا 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 نديروها رسمية ولا نلغاوها. صحنا مشيت هذا الناس كاين، الناس كاين اللي عايش بقلبه في الجزائر ينضر، حنا رانا ننضروا، حنا مش انا باغيين هذا السيدي ما تصرخش عليه، مش باغي الناس تضحك علينا، ما ناش باغي الناس اللي راهم يتفرجوا علينا من الدول هاك وهاك يضحكوا علينا، راهم يضحكوا علينا، رانا نشوفوا راهم يضحكوا علينا، راهم يضحكوا علينا بزاف، على ذكر أنا مضرة من هذه الحاجة.